السلام عليكم. في خضم الاحتجاجات السلمية التي نرفع فيها أصواتنا مطالبين بحقوقنا، نعلن استنكارنا الشديد للاتهامات التي أطلقها علينا أحد الصحفيين يدعي أن صوتنا يدعم الانفصال، لكن دعوني أقول بوضوح، نحن هنا لنطالب بالتغيير وليس للتفكيك الوطن. احتجاجاتنا تستند لمطالب مشروعة لتحسين ظروف حياتنا وتعزيز التنمية في منطقتنا التي تنبع من حرصنا على تحسين أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية. إن احتجاجاتنا ليست مجرد صرخات غضب، بل هي تعبير عن أمل في مستقبل أفضل. نريد أن نسمع ونفهم وليس أن نحاصر في زوايا ضيقة. الصحافة التي تغطي احتجاجنا لا تتجاوز مهمتها في توثيق الحقيقة وتقديم رؤى متنوعة تعكس واقعنا. اتهامها بأنها تدعم الانفصال أو تتحدى الوالي هو بمثابة محاولة لتخويفها وإسكاتها. كما نؤكد على أهمية دور الصحافة في نقل الحقيقة وندعو الجميع إلى التصدي لمحاولة تشويه الحقائق. نحن مصممون على الاستمرار في نضالنا السلمي حتى تحقق مطالبنا، ونوجه تحية للصحافة الجهوية. شكرا.